تشاهدون في هذه الحلقة: تراجع الإقبال يهدد بإغلاق أقسام اللغات الأجنبية بجامعة عدن. الفن والموسيقى ثنائية السلام ولغة الحب. عدنان الحاج هواية التصوير وحلم الاحتراف. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم نبقى مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والفعاليات والأخبار التي حصلت خلال الأسبوع. ابقوا معنا. حذرت ندوة اقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن من انهيار اقتصادي وشيك ما لم يعاد النظر في السياسات المالية والنقدية للدولة. الندوة ناقشت بحضور اقتصاديين وأكاديميين جوانب الضعف والإخفاق في السياسات المالية والنقدية للدولة وأداء البنك المركزي باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الاقتصادي المتسارع في البلد. ناقشت ورشة عمل في عدن دور الشباب في بناء السلام وتحقيقه في المجتمعات المحلية. الورشة شارك فيها 25 شاباً وفتاة بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين، وأكدت على ضرورة تعزيز دور الشباب في الاستقرار المجتمعي وتمكينهم اقتصاديا في إدارة الموارد عبر المبادرات الشبابية في المناطق الشعبية والمحلية. أكد مدير عام البريقة هاني اليزيدي على أهمية الدور المجتمعي في تحسين الأداء الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني. جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وأعيان منطقة الخيس الساحلية لمناقشة احتياجات ومتطلبات المنطقة التي تعاني من تردي الخدمات الرئيسية. وأقرى الاجتماع بعض المعالجات والمقترحات للقضايا العالقة والعمل على حلها. تتواصل في مديرية البريقة مشاريع الرصف الحجري لبعض الشوارع والممرات بتمويل محلي، وشدد مدير عام المديرية خلال تفقده للمشاريع على ضرورة التقيد بالمواصفات والمعايير الهندسية والفنية والالتزام بالفترة الزمنية المحددة للإنجاز. يعد قسمي الفرنسي والألماني من أقسام اللغات الأجنبية الهامة بكلية الآداب جامعة عدن، ولكن ضعف الإقبال عليهما يهدد بإغلاقهما. لنتابع. ضعف الإقبال على أقسام اللغات الأجنبية في جامعة عدن أثار مخاوف أكاديمية على مستقبل التعليم الجامعي بعد أن باتت بعض التخصصات مهددة بالتوقف. ينفرون من هذه الأقسام، والسبب في ذلك أولاً الثقافة الموجودة في المجتمع أنه لابد الطالب يكون يا دكتور يا مهندس، والنظرة أنه هذه الأقسام تعتبر درجة ثانية ودرجة ثالثة. هذه تعمل تشكل ثقافة أنه لا تدخلش هذا القسم يا خريج الثانوية. أضف إلى أنه مثل هذه الأقسام في وضعنا إحنا نمر فيه ما فيهاش أي فرص عمل، بالذات أنا أتكلم على اللغة الفرنسية والألمانية بخلاف اللغة الإنجليزية. وهذا دافع كبير يخلي الطالب أنه ينفر من دخول هذه الأقسام. أضف إلى أنه على ما نسمع يعني أنه اللغة الألمانية عندها صعوبة كبيرة جداً وعندها ليس من السهل تعلمها بشكل يسير بخلاف اللغة الإنجليزية. والعامل الأكبر أنه أصلاً خريج الثانوية العامة هو في لو تجي تشوفه يدرس في الثانوية العامة هو أصلاً ينفر من اللغة الإنجليزية بدرجة رئيسية، هو مش طايق دروسها أصلاً، فما بالك أنك تجي تقول له تعال أدرس لغات أخرى. في الحقيقة طبعاً في تراجع كبير بالنسبة للغات، يعني إن أصح التعبير دعني أكون صريح معك، مستوى التعليم بشكل عام في اليمن تراجع بشكل كبير، يعني مش من اليوم ولا من أمس، يعني في فترة، بس الفترة الأخيرة يعني شهد ركود أكبر وعزوف أكبر. يعني جملة من الأسباب كثيرة: الوضع المعيشي، الوضع الأمني، الوضع السياسي المعقد في البلد، مختلف التعقيدات الوضع يعني انعكست سلبا على الواقع التعليمي بشكل عام. اللغة الفرنسية والألمانية الأضعف إقبالاً من بين التخصصات الجامعية بكلية الآداب عدن، على الرغم من أهميتها في واقع الحياة، إلا أن الواقع اليمني على ما يبدو لم يكن مهيئاً للتأقلم مع هذا التوجه الجديد. هذه التخصصات لها فرصة على مستوى خارج الوطن العربي، وتساعدك أصلاً حتى في فهم ثقافة الآخر،
وتصنع منك يعني تصنع في تنوع في المجتمع يا أخي. يكون معنا احنا خريجين هندسة، خريجين طب، خريجين صيدلة، خريجين لغة إنجليزية، لغة فرنسية وإلى آخر. دافع الطالب نفسه أو دافعية التعلم والمعرفة والثقافة هذا الشيء يختلف تماماً عن طبيعة الوضع، لكن الدافع الشيء الآخر اللي ننظر له من زاوية أخرى هو دور، بالأصح غياب دور الحكومة، تفعيل القطاع السياحي، تنسيق مجال منظمات المجتمع المدني، حاول أن تلم الفكرة، لكن بالعكس الحكومة للأسف ما تشجعش على هذا المجال. ثاني شيء أعتقد شيء ثالث بالأصح الكادر التعليمي أو التخصصي اللي موجود، يعني قد لا يكون بالمستوى المؤهل أنه يقدر الطالب يخرج يحاكي الواقع، يعني كي يكتب صحف أجنبية أو كذا، لأنه أغلب الوكالات أو الصحف محتاجة إلى مراسلين بلغاتها الأم. أعتقد هذا كدافع ذاتي كأي شخص يمتلك هذه اللغة أنه يقدر يفتح مجاله بشكل أوسع، لكن غياب الدور الحكومي اللي يشجع سواء في المعاهد في الجامعات. في السابق كان أعتقد السفارات أو القنصليات تعطي منح تابعة للدول هاي، فكان في فرصة أكبر أنه الطالب يتعلم بشكل أفضل. لم تكن العراقيل المتسببة في ضعف الإقبال على قسمي اللغة الألمانية والفرنسية تلك المتعلقة بالمنهج والكادر التعليمي وحسب، بل ثمة مسببات أخرى لها صلة بمخرجات التعليم وعلاقتها بسوق العمل. أولاً هي إرادة لابد أن تكون في وزارة التعليم العالي وفي وزارة التربية والتعليم، لابد يكون عندهم توجه صناعة وعي وصناعة توجه لدى الطالب أنه في أقسام ممكن تصنع منك شيء في المستقبل، هذا واحد. ثانياً لابد يكون برضو توجه من الحكومة في غير هذه الوزارتين أن تتيح فرص عمل، فرص اقتصادية، يستطيع الطالب بعد دخوله هذا القسم أنه يبني مستقبله، أنه يجد وظيفة، أنه يجد فرصة عمل وفقاً للتخصص اللي دخله اللي هي كلية اللي هي لغات الفرنسية والألمانية، هذه بدرجة رئيسية. العمل الثاني لابد يكون على مستوى الأسرة، على مستوى الأسرة أنه يا جماعة أعطوا لأبنائكم فرصة أن يفكروا في تخصصات غير الطابع اللي نحن نعرفه اللي هو لغات اللي هو الطب والهندسة، لا في تخصصات أخرى ممكن يجد الطالب فيها إبداعه، ممكن يجد الطالب فيها إمكانياته ويبدع فيها. السبب الأبرز والأهم في هذا الموضوع بشكل عام إنه الطالب اللي بيتخرج من الأقسام هذا في فرنسي أو ألماني أو كذا لا في قنصليات، في السابق كان في قنصليات بيشتغل فيها، في سفارات، في منظمات، في سياحة، الآن قطاع السياحة مجمد، القنصليات مش موجودة، السفارات مسكرة، يعني بيئة العمل الخارجية غير موجودة، مع إنه بالعكس المفترض إنه كثقافة عامة إنه كل مجتمع لازم يحظى كشاب مثقف يحظى بعدد من اللغات، يعني عنده لازم فرنسي إنجليزي كذا، لكن الأسباب الوضع الحالي في البلد هي اللي حتمت على معظم الشباب العزوف عن هذا لأنه بعيداً عن سوق العمل. عزوف الطلاب عن الالتحاق بأقسام اللغات الأجنبية ظاهرة متزايدة ترسم صورة قاتمة عن واقع التعليم ومستقبل الأجيال في بلد آخذ في الانهيار والتشظي. نرحب بالدكتور جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب جامعة عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم دكتور معنا في هذا اللقاء. بداية دكتور لو تطلعونا على الأقسام المتواجدة حاليا في كلية الآداب جامعة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في كلية الآداب. كلية الآداب تضم 14 قسم علمي، أقسام علمية متنوعة ومتعددة تعنى وتهتم بحياة المجتمع من ناحية المجتمعية، من ناحية أدب المجتمع، من ناحية ثقافة المجتمع، من ناحية تاريخ المجتمع وحضارة المجتمع. لدينا قسم اللغات، بالنسبة للغات لدينا عدة أقسام، نبدأها بقسم اللغة العربية وأدابها، لدينا قسم اللغة الإنجليزية وأدابها، لدينا قسم اللغة الفرنسية، وكذا لدينا قسم الدراسات الألمانية. لدينا بالنسبة للتاريخ لدينا قسم التاريخ، ولدينا قسم الآثار والسياحة، لدينا قسم الجغرافية، ولدينا أيضا من أهم الأقسام، من أهم قسمين الكلية، لدينا قسمين الصحافة والإعلام، قسم الخدمة الاجتماعية، أيضا لدينا قسم علم النفس، لدينا قسم علم الاجتماع، ولدينا قسم الفلسفة. هذه الأقسام جميعها بتاعت القسم موجودة في الكلية وتهتم بحياة المجتمع سواء لدينا في عدن أو في الوطن كامل أو أيضا في الشعوب المختلفة. اليوم نحن نسلط الضوء بشكل كبير على قسمي الألماني والفرنسي الموجودان في الكلية، متى تم إنشاء هذين القسمين؟ طبعا هذه لفتة
كريمة وجميلة من إدارة القناة ومنك شخصيا أنها تأتي إلينا في هذا الوقت بالذات. هذا الوقت نعلم أنه بدأ التسجيل، عملية قبول التسجيل في جامعة عدن، كلية جامعة عدن، والآن الطلاب المستجدين يتقدموا إلى إدارة القبول والتسجيل لنظام الكلية. قسمي الألماني والفرنسي من أهم الأقسام لدينا الذي نسعى أن نطور منها. قسم اللغة الفرنسية هو من أقدم الأقسام في الكلية، بدأ في عام 1995-96 العام الجامعي مع افتتاح الكلية. طبعا كان بالتعاون بين جامعة عدن وبين السفارة الفرنسية، وهم كانوا يعني مشرفين على افتتاح القسم وأيضا تطويره ودعمه. القسم اللغة الألمانية افتتح في عام 2008 متأخر نسبيا، افتتح بالتعاون بين جامعة عدن والهيئة الأكاديمية العلمية الألمانية اللي هي الداد، وقدموا لنا بعض التسهيلات. والآن مع الظروف هذه اللي حاصلة في البلاد من عام 2011 توقفت التعاون اللي كان بين الجامعة وبين السفارة الفرنسية وأيضا الداد الألمانية، لكن إن شاء الله نطلع القادم أفضل. مؤخرا لوحظ تراجع في التسجيل في هذين القسمين، في رأيكم دكتور جمال ما هي الأسباب؟ فعلا يعني هذه من أسباب اللي لمسناها كأعضاء يدرس في الكلية، أن القسمين تراجع شوية الإقبال. من هنا من خلال قناتكم يعني احنا نعرف طلابنا خريجي الثانوية العامة أن لدينا أقسام لغات مهمة. اللغات دراستها يحتاجها سوق العمل سواء عندنا هنا في الداخل أو في الخارج. لهذا نلفت علينا شبابنا الاهتمام بهذه اللغات. تراجع أنا أعتقد أنه بسبب الظروف اللي مرت فيها البلاد. أنا بعطيك فكرة مثلا عن القسم الفرنسي. القسم الفرنسي أنشئ في عام 95 كقسم عادي في الكلية بدعم طبعا السفارة الفرنسية. الفرنسيين التزموا للجامعة بتقديم الدعم يعني بشكل مستمر. كانت هناك دورات صيفية للشباب، طلابنا يذهبوا إلى فرنسا يقوموا بدورات صيفية، الأساتذة أيضا، تأهيل المدرسين. في عام 2002 افتتح مبنى عند بوابة الكلية، قامت السفارة الفرنسية ببناء مبنى خاص بالقسم الفرنسي، تأثثوا جهزوه، وكان يعني فعلا وجد روح جديدة للطلاب، بدأ الإقبال كان كويس فيها. الألمان، القسم الألماني افتتح في عام 2008، كان في تعاون، بدأوا بدعم القسم مبدئيا بعض الأجهزة، بدأ مبدئيا مدرسين أيضا الفرنسيين جابوا لنا كانوا يجيبوا مدرسين. إلى عام 2011 توقفت هذه الأشياء كلها نتيجة الظروف اللي مرت فيها البلاد وأيضا الحرب. كان أيضا لدينا بعض الدورات للمدرسين، كان أيضا طلاب الخريجين أو الذين يتم تعيينهم كمعيدين في الكلية في الجامعة وفي القسم يتم تأهيلهم في هذه الدول. هذا كله توقف، يمكن هو نوعا ما أثر، لكن إن شاء الله الآن إحنا على أمل أنه نتواصل مع السفارة الفرنسية تقديم الدعم. القسم الفرنسي نهب علينا في بعد الحرب، كان لدينا مختبر كمبيوترات وأجهزة نهبت في بعد الحرب، ونأمل أن نكون في تعاون الآن مع تحسن الظروف إن شاء الله في الأيام القادمة. كيف ستعالج الكلية هذه الإشكالية متمثلة بكم كعمادة كلية الآداب دكتور جمال، وما هي الخطط الاستراتيجية لإنعاش هذين القسمين من جديد؟ أولا قبل يعني حلول من جهتنا ككلية الآداب، جلسنا مع الأخ الأستاذ دكتور خضر ناصر الأصور رئيس الجامعة، طرحنا عليه هذه المشاكل. هو طبعا مهتم بكلية الآداب، وأن طرح عليه هذه المشاكل يعني لقت اهتمامه وعنايته. من ضمن الحلول التي قام بها مشكورا يعني أنه تم لقاء مع الأخ نائب وزير وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أساس أنه يتم التواصل مع السفارة الألمانية وبحكم الوزارة والسفارة الألمانية إذا كان بيقدم لنا بعض الدعم. أيضا تم التواصل مع الأخ دولة رئيس الوزراء وكان في لقاء هناك وتم طرح عليه هذه المواضيع، لأن هذه الأقسام هي جاءت نتيجة علاقة بين الدول، بين دولة اليمن ودولة الجمهورية الفرنسية وأيضا بين اليمن، هي تعز علاقات، تعزز تأكد علاقات الطيبة التي تربط البلد بهذه الدول. فكان تجاوب منهم يعني، والآن بإذن الله منتظرين نكون في إيجابية أن نقطف ثمار هذه الاتجاهات. من جهتنا بدأنا الآن يعني بخطوات بسيطة، لكن بإذن الله بنميها الآن مع بداية العام الدراسي الجديد. هو نعمل دورات للطلاب في الألماني،
الآن من ضمن الأساتذة في القسم قدم مشروع أن نعمل مثل المركز المصغر داخل الكلية بالنسبة لدورات دراسة الألماني والفرنسي، نعمل مركز مصغر موحد للقسمين. أيضا الترجمة، نقوم بعملية الترجمة لجميع الأعمال سواء يعني محتاجها بعض المؤسسات في القطاع الخاص أو العام، ممكن أن نفيدهم في هذه الأشياء. أيضا يعني الدورات اللي عندنا بعض المؤسسات تواصلوا معنا، لديهم بعض أعتقد المنح أو شيء فيريدوا تدريس طلابهم بعض اللغات قبل أن يذهبوا لهذه المنح، فاتفقنا معهم إن شاء الله في سبتمبر نبدأ معهم بالدورات. هذه الدورات نحاول شوية فيها أن يعني زي الترويج للطلاب أو وصل لهم فكرة أنه يوجد تحفيزهم لهذه الأقسام. هو التحفيز بيعود أكثر عندما تكون تعود علاقات والتواصل مع السفارتين من أجل أن تحصل إمكانية سفر الطلاب. يعني لدينا طلاب سافروا من قبل في عام 2008، في عام 2009 سافروا للدورات إلى ألمانيا إلى فرنسا، ويعني حق شهر تقريبا شهر ويعودوا مع مدرسين، كانت تعطي حافز للطلاب الأخير لهم يعملوا هذه الأشياء. نأمل إن شاء الله في هذه تحسن ظروف البلاد وتحسن علاقات مع هذول البلد. كم عدد الذين التحقوا بقسمي الألماني والفرنسي خاصة في الأعوام القليلة الماضية، وهل هناك سوق عمل يستقبلهم؟ بمعنى ما هي فائدة دراسة هاتين اللغتين الألمانية والفرنسية بالنسبة للطلبة المتقدمين لهذين القسمين؟ نبدأ من حيث الأهمية قبل أن نرجع لسؤال الأعداد. الأهمية نعلم أنه لو نظرنا للاتحاد الأوروبي تقريبا اللغة الألمانية 24% منهم يتحدثون اللغة الألمانية، هذه نسبة غير عادية، قرابة الربع، أكثر من الإنجليزية والفرنسية تقريبا 16% نسبتهم. لو رأينا الكتب التي تنتج سنويا من المكتبات الألمانية هي أكثر حتى من الإنجليزية وأكثر ربما من الفرنسية، فهذه تساعد المخرجات أنها تعمل في هذه المجالات، أنه حتى في حالة سفرهم أو العمل في الداخل ممكن يعملوا في السياحة، ممكن يعملوا في التجارة، ممكن في الإعلام. هذه اللغات مهمة جدا. حتى الآن في الإعلام يتجهوا لدينا طلاب خريجين بعض اللغات يريدوا يدرسوا ماجستير ودراسة عليا في الإعلام، لأنه يفيدهم في التواصل مع القنوات الخارجية. هذه اللغات مهمة جدا في سوق العمل سواء في الداخل أو في الخارج. لهذا نحث طلابنا أن يتجهوا لهذه. كثير بعض الطلاب عندما تقولهم ما عندهم كان فكرة في هذه الأقسام، فأنا قلت لك يعني وجودكم اليوم معنا شيء مكسب لنا بصراحة، يعني تشكروا عليه. الأعداد الطلاب هو كطبيعة القسم لا يحتاج أعداد كثيرة، هو تقريبا يحتاج ما بين 15 طالب بكثير إلى 20، إنما 15 طالب هو يعتبر حد مناسب. هم الآن أعداد الطلاب ما بين 10 إلى 8 إلى 12، يعني لا زال يعني بدأ ينقص شوية مع هذه الظروف الحرب، لكن توقع أن هذا العام يكون أفضل وجودكم معنا إن شاء الله. الأعداد اللي تخرجوا الطلاب في أغلبهم اتجهوا إما مترجمين، والآن يقولوا عندنا بعضهم كثير طلاب يجوا يعرضوا علينا بعض أعمالهم، أو منهم من سافر للخارج واغترب وعملوا في شركات، فمجالهم مفتوح للعمل بالذات في هذه الآن الظروف الحالية اللي احنا نعيشها. صحيح ظروف صعبة، لكن لدينا الوزارات والمؤسسات الموجودة لدينا في عدن، فهذول التخصصات بتحفزهم أكثر لإيجاد فرص عمل أكثر إن شاء الله. لو تم إغلاق قسمي الألماني والفرنسي، ما هي الأضرار المترتبة التي ستعود على كلية الآداب وجامعة عدن؟ طبعا بتكون أضرار كما ذكرت في البداية، أنه هذه الكلية تعنى بحياة المجتمع بشكل عام. هي أيضا أنت تدرس، ما تدرس لغة فقط، تدرس أدب، تدرس حياة المجتمعات في هذه المناطق في الدول الأوروبية، تبادل ثقافات تكون بينك وبين هذا. فهذه مهمة جدا أن يتعلم شبابنا سلوك الآخرين، ثقافة الآخرين، حضارة الآخرين. هذه مهمة تعطي انطباع جيد للمجتمعات. أيضا التواصل بين المجتمعات، العلاقات السياسية والدول. أيضا إلى جانب سوق العمل، سوق العمل الآن معروف أنه لو كما ذكرت لك الكتب التي تنتج من أوروبا بالذات من ألمانيا وفرنسا هي من أكثر الدول المنتجة في هذه الأمور. حتى الصناعات كعمل تجارة، شركات تتعامل معهم هناك أكيد بحاجة لهذه اللغات، المؤسسات تتعامل هنا أكيد بحاجة لهذه اللغات تتعامل. فهي مهمة جدا حتى إن كان شوية عدم إقبال في هذه السنوات، لكن نأمل إن شاء الله أنه تحسن يكون وضع أفضل بإذن الله. في رأيكم دكتور جمال، ما هو تقييمكم لمستوى أداء التدريس وطاقم التدريس لدراسة أو تدريس لغتي الألمانية والفرنسية في قسمي الألماني والفرنسي بكلية الآداب؟
هذه شيء من ضمن المشاكل اللي بدينا انه اعضاء التدريس قليل، منهم مجموعة الان في الخارج في المانيا وفي فرنسا يحضروا الدكتوراه وان شاء الله يعودوا في هذه السنتين. طبعا من ضمن المشكله اللي معانا ان بعضهم يسافر للدراسه في اوروبا وما يرجعش، يعني هو حصل الفرصه وسافر وما رجعش، بس بعضهم رجعوا ونامل ان شاء الله البقيه يعيدوا عودة المبتعثين بيكون بيحسن وضعهم افضل. انما حاليا لا اخفيكي في وضع يعني في نقص شديد في القسم الفرنسي والالماني المدرسي. ماذا عن بحث اوجه الشراكه بين جهات معنيه المانيه وفرنسيه لاعاده انشاء او انعاش قسمي الالماني والفرنسي في كليه الادب جامعه عدن؟ نعم، احنا تواصلنا مع نائب وزير التخطيط عبر رئيس الجامعه مشكور، وان شاء الله يكون في تواصل معهم. في تواصلت انا مع مكتب السفاره الالمانيه ان في لديهم مجموعه كتب واجهزه اعتقد، فتواصلت معهم انه اذا كان في شيء عندنا قسم الماني رحبوا بالفكره هم انه ان شاء الله يقدمون الدعم هذا، بس هم قالوا بحاجه للتواصل مع الشركه الام في المانيا، فان شاء الله بيكون في تواصل مع بعض المؤسسات الاخرى المختلفه لتقديم بعض الدعم. نحن الان بحاجه لدعم بعض الاجهزه التي نهبت علينا بعد الحرب، وان شاء الله نعمل انه تتحسن هذه الامور في قريب العاجل ان شاء الله. ختاما دكتور جمال، هل لديكم اي رساله تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ طبعا اول رساله انا اقدمها الشكر لكم لقناه بلغيس، والشكر الخاص لك انت ايضا والاستاذ علي. طبعا انتم من طلابنا، عشان يعني من طلاب كليه الاداب نعتز بطلابنا، يعني هذا من ضمن ثمار كليه الاداب ان عندما نرى طلابنا هم ياتوا يعملوا لقاءات ويعملوا هذه الاشياء، فهذا شيء يسعدنا سواء في القناه او في عندنا او في اماكن اخرى. رسالتي انه للطلاب انه الان لدينا عام دراسي جديد قادم، نعمل باستقبال الطلاب الجدد ان شاء الله مع وجود روح جديده من اعضاء التدريس من جميع الطلاب السابقين. ان شاء الله نكون في لدينا نشاط علمي ثقافي اجتماعي يشبه حاجة الطلاب. لدينا طلاب كلية الآداب تضم طلاب من جميع يعني لديهم جميع المواهب مختلفة، لديهم طاقات بإذن الله. في هذا العام أنا جربتهم في العام الماضي أثبتوا بصراحة يعني قدرات ما كنتش أتوقعها بجد، وإن شاء الله الآن نثبت لهم أن احنا معهم ونحس من هذه الأمور ويكون في أمور أفضل. نتمنى يعني انه نجد بعض العنايه من الحكومه صراحه، لانه كثير اشياء نقصت علينا من الجامعه بسبب الموازنه. الموازنه توقفت على الجامعات، وكان في لقاء مع دوله رئيس الوزراء وطرحوا الموضوع وكنت حاضر في اللقاء، وتم طرح على دولته عسى انه يفتحوا بعض الموازنه حتى نحتاج بعض الاشياء في هذه الكليات تلبي احتياجاتنا. واتمنى للجميع التوفيق ولكم التوفيق جميعا ان شاء الله. الدكتور جمال محمد ناصر الحسني، عميد كلية الآداب جامعة عدن، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. عدن موطن الفن والجمال، تذوب في شطآنها الفوارق والألوان، وعلى أنغام فنها تطرب النفوس وتنعم بالأمان. الحياة في عدن ما زال هناك صوت للفن والسلام يطرق بابه الهواة من الشباب الباحثين عن الحياة بعيداً عن مآسي الحرب وآلام الصراعات.
يدرك هؤلاء الشباب قيمة الفن والموسيقى في الحياة بوصفها ثنائية السلام وصوت الحب ولغة التسامح وأيقونة الأمان في زمن الحرب. كل زمن يعلو صوت الفن في هذه المدينة باعثاً في المجتمع روح التسامح والسلام وقيم المحبة النبيلة. جديد تشق الحياة طريقها من بوابة الفن في عدن متعالية بقيم المحبة على أصوات الرصاص وضجيج الكراهية. منذ أن بدأ معهد جميل غانم كنيوات للفن في سبعينيات القرن الماضي باسم معهد الموسيقى على يد الموسيقار أحمد بن أحمد قاسم، تتابعت أصوات الفن جيلا بعد جيل في وطن مزج بين الثقافة والطرب الأصيل. أبدا يتثنى أمان 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 حبي جمال وفتنى. بيت العود العدني المسكون بذاكرة العطاء تتسامى الأرواح في حضرة الفن المتجدد بقالب عصري يوافق ذائقة الأجيال. شغف يتدفق باستمرار ليشكل عالما جميلا يعزف الأفكار والمشاعر ألحانا بعيدا عن العنف والأحقاد لتمضي عدن قدماً في وجه التطرف الذي يحاول تشويه صورتها وسلب تاريخها العريق. حتى في أصعب الظروف التي تمر بها تسمو عدن بفنها الخالد مجسدة في كل مرة اللوحة الأجمل بإحساس شبابها المرهف التواق للحب والسلام. ستبقى عدن مدينة الفن والجمال وموطن كل يماني تشبع بحب الوطن وعاشق السلام مترجما معانيه بالمغنى الجميل. عدنان الحاج صحفي وإعلامي شاب يرى بأن الصحافة مسؤولية اجتماعية وليس مهنة للتكسب أو لخدمة المصالح الشخصية. عدنان أمين الحاج مصور مهتم بتوثيق الحياة، جمع بين الهواية والتخصص بين شغف التصوير ورغبة التعلم، متيماً بمجال الإعلام الذي غدا بالنسبة له فناً ورسالة وطريقة للتعبير عن الذات. اخترت مجال الإعلام لأني كانت رغبتي من عدنا صغير كنت أمارس التصوير، فأول ما مسكت كاميرا عدنا كنت في صف يمكن 8 أو 9 كذا، مسكت كاميرا كنت أصور وأبدأ أصور، كنت أصور مناظر طبيعية أصور أشخاص، كان هوايتي في التصوير كهواية، بعدين رجعت كممارسة والحمد لله عرفت أطور من نفسي، دخلت في مجال الإعلام قبل ما أدخل الكلية، قبل 4 سنوات دخلت في مجال الإعلام، بدأت أصور واشتهرت في التصوير الحمد لله، بدأت أشتهر على شوي شوي.
اهتم عدنان الحاج كثيرا بمجال التصوير على حساب الكتابة الصحفية، فجال بكاميرته مناطق مختلفة من ربوع الوطن، راصدا بعدسته تفاصيل الحياة وروعة الطبيعة بدقة عالية وأبعاد مختلفة. في المجال الصحفي حاليا أنا الكتابة وقفت عن الكتابة والنشر، وإنما أمارس التصوير والمونتاج الفوتوغراف، التصوير الفوتوغراف والفيديوهات اللي كثير ما أشارك فيها عبر القنوات، وكثير من البرامج اللي هم برنامج بسمة بطل اللي صورت مع الأستاذ وضاح، كثير من التصوير الميداني والنزول الميداني اللي هي من ضمنها مع الهلال الأحمر التركي، نزلت معهم عدة نزولات وعدة أماكن، منها لمارب، منها للجوف، ومنها للمناطق المحررة. والنزول الميداني كنت أمارسه دائما، والتصوير فيديو والفوتوغراف. في مجالي الحالي أعمل في مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، متعاقد معهم وأعمل كإعلامي هناك. الإعلام في اليمن مهنة محفوفة بالمخاطر، محاطة بالتعقيدات كما يقول عدنان الحاج، ويأسف كثيرا للممارسات المخلة بمهنة الصحافة ووظيفتها من قبل من وصفهم بغير المهنيين. في صعوبات واجهتها في حياتي، صعوبات كثيرة، فكنا منها الابتزاز، الناس اللي ما عندهمش وعي، ما يعرفوا إيش معنى الصحفي وإيش معنى الصحافة، ما عندهمش أي خلفية عن الصحافة، كل تفكيرهم أنه هذا صحفي، أنه تبع فلان ولا تبع فلان ولا تبع فلان، عندهم هذا العنصرية اللي ماسكة عليهم، ما عندهمش أي فكرة، حتى بعض الصحفيين للأسف ما عندهمش أي فكرة عن الصحافة وإيش معنى الصحفي. يجي حتى الصحفي بنفسه يسألك، يقول لك أنت تبع مين، أنت مع مين، يعني ضروري تعرف أن أنا مع مين ولا إيش. الصحفي الشيء أوصل لهم رسالة أن الصحفي هنا هو الصحفي لا ينتمي لأي طرف، وإنما الصحفي مهمته أنه ينقل رسالة واقعية، لا ينتمي لأي طرف، لا يقول أنا مع فلان ولا مع فلان ولا مع قناة فلانة. الناس متوقعين مننا إحنا كصحفيين نقول لهم رسالة بصدق وأمانة وإخلاص، من دون أي تزييف، من دون أي تلوين، من دون أي شهرة أو أي خداع. الكاميرا بالنسبة له حياة، تصحبه في الحل والترحال، تأسره المناظر الجميلة وتدهشه مقدرة الصورة على جذب الجمهور، متطلعاً إلى احتراف التصوير السينمائي مستقبلاً والتطوير أكثر في مهاراته وقدراته. خطتي أنا في مجال الإعلام، أنا كنت هوايتي أن أنا أكون مصور، وكنت من ضمن هذه الهواية اللي كنت أحلم فيها أن أنا أكون مصور سينمائي. كنت أتفرج على أفلام، وأنا من عدنا صغير وأنا أتفرج أفلام هندية، أفلام بوليود، فكان طموحي أن أنا أوصل لهذه المرحلة أكون مصور سينمائي، وأكون مصور مشهور، مصور سينمائي، لأنه في بلادنا نفتقر كثير من الأشياء، من ضمنها عدة أشياء إحنا حرمنا منها، وهو في مجال التعليم. أنا الآن أدرس في قسم الإعلام، مش مستفيد من الإعلام أي حاجة، كله نظري، بس ما في مجال التطبيق، ما فيش أي تطبيق، وإذا كنت تبحث عن حاجة تشي تطبقها ضروري أنك تنزل نزول الميداني وتتعلم أنت بنفسك، ما فيش حد أنه بيعلمك في المدرسة أو في الكلية يقول لك هذا كذا اعمل كذا، حتى لما تدخل دورة تدريبية ما يعلمش كل حاجة وبالحرف الواحد، مشان أنت تشق طريقك وتوصل للنجاح اللي تحلم فيه، يعلمك بس الأساسيات، فالأساسيات هذه ما تكفيش، حتى لو جيت أنت تعلم أساسيات في حاجات، في قواعد، في قوانين، ضروري أنك بعد ما تعدى الأساسيات تدخل في القواعد، ما تعدى القواعد إلا تدخل للمرحلة الأخيرة. فإحنا في بلادنا للأسف ما فيش في مجال هذا التصوير السينمائي، ما فيش أي دورات تدريبية، ما فيش أي تطور، لهذا ما فيش أي في مجال إعلامي أو صناعة أفلام في داخل اليمن
كانت نجحت نجاح باهر. فاحنا اذا ضروري انه واحد اللي يتعلم ولا يدرس يسافر الخارج ياخذ دورات تدريبيه ياخذ كذا ويرجع يجي لليمن، حتى لما يجي ينصدم على واقع غير الواقع اللي درس فيه او انه يشتي يطور من مستقبله. ما فيش معك الا انك تدرس مثلا خارج البلاد تشوف لك وظيفه خارج البلاد وناس بيقدروك بيرفعوا من مستواك، لكن اذا جيت هناك تدرس كونت مستقبلك وكونت نفسك هناك وتجي لليمن تقول انا مش اطور من بلدي بطور من مستقبلي، فتنصدم بالواقع اللي فيه، لانه وزاره الثقافه والاعلام ما فيش اي تطور، ما فيش اي تشجيع للمصورين او الاعلاميين انه يرفعها لفوق او يرفعها درجه. يزيدوا لو شافوا واحد جاي من برا وعنده ثقافه وعنده اسلوب وعنده خبره يحطموه لابعد درجه، ما يمسكوش بيده ويخلوه يوقف وينمي الشباب الباقيه ويعلمهم مثل ما تعلم هناك. للاسف مش موجود عندنا. يؤكد عدنان الحاج على أهمية الإعلام في مناصرة القضايا المجتمعية، ينحاز للحقيقة دوماً وينتصر للحقوق، ويتمنى على الصحفيين الالتزام بقيم المهنة ومعايير النشر والإسهام في تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والابتعاد عن كل ما يؤجج مشاعر الكراهية والعنف. رسالتي الوحيدة اللي كنت أنا أفضل أوصلها لجميع الإعلاميين جميع الصحفيين أن الصحافة هذه تعتبر هي أمانة في كل إنسان صحفي، فواجب الصحفي أنه ينقل هذه الأمانة كما هي، لا يزيف فيها في أي أخبار أو أنه يلونها أو أنه علشان يشهر من شخصية فلان أنه يعمل له تزييف ويعمل له شوية خداع. في ناس يموتوا ما حدا عارف عنهم اي حاجه، في ناس تعاني ما حدا يوصل رسالتهم. فنتمنى من جميع الاعلاميين انهم يوصلوا لهذه الاماكن اللي عمرهم ما حد وصل لها، ويوصلوا يشوفوا معاناتهم ويقولوها بشكل رئيسي لجميع مختصين الدوله. الاعلاميين للاسف كلهم راحوا مع ناس كبار وسيبوا الناس اللي هي تحت البنيه التحتيه اللي هم ميتين جوع، سيبوهم مش عارفين كيف ينقلوا حوالاتهم أو ينقلوا أصواتهم. فهنا المفروض أنك تنقل صوت الرجل الضعيف أحسن ما تنقل صوت الرجل الكبير. هذا كان رجال قدو كبير ما شاء الله عليه ومشهور والناس كلها تعرفه يطلع في كمية على التلفزيونات، فواجب عليك أنك تشوف للناس الضعفاء تنقل رسالتهم بكل صدق بكل شفافية. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.